السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ لك ممكن تعطينا الاسم الكريم ديالك؟ الاسم الكريم، السمية ديالك؟ بوشتي محمد. والصفة ديالك؟ موظف بقطاع مكتب التكوين المهني وأنا على الشغل بالمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وأنا على الشغل بوجدة. سي محمد، بغينا غير نعرفوا شنو هو السبب ديال الإيقاف ديالك من العمل؟ سبب الإيقاف أنا منذ 85 التحقت في قطاع التكوين المهني. اشتغلت طيلة هذه المدة مع 5 ديال المديرين جهويين بدون مشاكل. إلى حدود 2008 حتى التحق مدير جديد. لا داعي لديك الأسماء من فضلك، يعني المدير بلا الاسم ديالو. بلا. إذن ابتداء من التحق هذا المدير 2008 بدات المعاناة ديالي. كيفاش بدات هذه المعاناة ديالي؟ وهو دعاني مع النائب ديالو في المكتب ديالو، قال لي بعد الاطلاع على السيفي ديالي، قال لي تيا انت معقول كتمتاز بصفة طيبة، علاقة طيبة مع الأصدقاء ديالك، بغيناك تعمل معنا، واش ضروري؟ قبل مع الإغراء. قال لك نعطيك سلم إضافي وغادي نعطيك مبلغ 1200 يعني 1200 درهم لكتعويض ساعات إضافية شهرية. عطيتها هذي وبدينا العمل في العمل. وإنما بالتالي كنتفاجئ بالطلبات ديالهم التي لا تنتهى. مثلا الطلبات ديالهم؟ الطلب ديالهم وهي قضاء مآرب ديالهم كشراء لوازم منزلية لهم أو مسائل تخصهم. شراء لوازم منزلية، يعني كيفاش كان يتم شراء هذه اللوازم المنزلية؟ هذا الاقتناء ديال هذه اللوازم هو كنشوف واحد الممول يعني فورنيسور كيعطينا الفلوس يعني ليكيد دراهم يعني ليكيد ليكيد ومن بعد على اساس باش هذا يرجع هذا المبلغ زائد 20% ديال التيفيا زائد 35% ديال الكوميسيون ديالو يعني الارباح ديالو. أيه. وتعوض باقتناء من مسائل المكتب. أيه. كاوراق او مداد الطابعة العالية. شراء لوازم المكتب. تقدر تعطي لنا شي فكرة، شي تجربة، شي نموذج أنكم شريتوا شي حاجة وأن مدينة وجدة مثلا؟ نعم، كان هناك شراء صالون بمبلغ 24000 درهم. صالون؟ لمن شرى هذا الصالون؟ المدير الجهوي. المدير الجهوي الحالي. الحالي. أييه. وهناك وهذا الصالون باش تخلص الشاك ديال الفورنيسور. الشاك ديال الفورنيسور. يعني في حالتي الا كان شي لجنه وبغات كتراقب غادي تلقى ان الشاك ديال الفورنيسور شرى واحد الصالون. نعم. وداك الثمن تعوض بمسائل اخرى اداريه. وهناك عاود الكونتونسيو نزاعات الهاتف اتصالات المغرب صيفط له المحامي ديالو اتصالات المغرب صيفط له انذار كان عنده تراكم ما يبلغ تقريبا 600 درهم تقريبا 7000 درهم يعني في المنزل ديالو الخاص. المنزل ديالو الخاص. اذا انا اللي مشيت عند الفورنيسور وشفت له المبلغ باش خلص خلص ومن بعد يعني تعوض هذاك الشيء بحوايج اخرين باوراق بمسائل الفورنيتور ديال يعني وهذا الشيء انت كيفاش كنت كدير وكتوافق معهم؟ واش كنت كدير على اساس انك كنت مضغوط او هذه نتيجه الضغط ولا لحد الان انا ما عارفش انا علاش كيدير هكا. الرئيس مباشر كيطلب كتنفذ. كاين شي تقدر تحكي لنا شي مسائل اخرى اللي كيوقع فيها هكذا خروقات ماليه مثلا هذه المصالح؟ احكي لنا شي حاجه بحال هكذا اللي واقعه وتوقع لنا. الصعيد الوطني، الصعيد الوطني الا مشيت للسجل ليفر جورنال والليفر انفونتير يعني عندنا جوج ديال السجلات غادي تصيب
كومبوستور. كومبوستور هو عبارة عن نيمورتور، يعني خاتم مرقم. خاتم مرقم هذا يساوي في السوق عادي الثمن ديالو ما كيفوتش 300-350 درهم الواحد. بالعكس كنتفاجئوا باللي الإدارة العامة صفت لنا ما مجموعة 21 المنطقة الشرقية بثمن يقارب 4000 درهم للخاتم الواحد. الخاتم الواحد يعني الفرق ديال 10%. 10% يعني 10% أكثر. أكثر نعم. ماشي 10% يعني نقول له 100,000%. يعني إذا كان يسوى 45 ألف فرنك يعني ولا يسوى 400 ألف فرنك، يعني 10 مرات أكثر. 10 مرات أكثر. وهذا شيء خطير هذا. كاين شي مسائل أخرى بالنسبة لي فاكتور اللي كتعطى في لي زوطوال في لي كافيه هذه اللي كان ممكن تحكي لنا عليهم شوية؟ بالنسبة لي فاكتور نتاع لا ريسبسيون وهذا بحال مثلا في المعاملات مع الفنادق. هناك ناس اللي كيجيو هنا كنحجزو لهم في الفنادق. يعني ناس كيجيو ضيوف عندكم؟ اييه كنحجزو لهم في الفنادق. كيجيو ضيوف الاداره العامه من الاداره العامه. اييه كنديهم الفنادق الفخمه. وانما الغريب في الامر هاد لافاكتور انت اللي كيسلموها لي الفندق. هناك نوعان، فاكتور كوميرسيال يعني فاتورة تجارية عادية وفاتورة ديطاي يعني فيها جميع يعني ديطاي المصاريف اللي تقضوها ومجموعة هذه المصاريف هذه نوجدوا بواسون كاب. بواسون يعني مشروب الخمور. خمور يعني مشروب ديال الخمر. مشروب ديال الخمر هي. شحال الثمن ديالو في الليلة؟ في الليلة سا ديبون ما بين 3000 يعني ما بين 3000 حتى 5000 يعني هذه غير ديال الخمور كل ليلة. الخمور كل ليلة واللي كتخلصهم هي الإدارة العامة. الإدارة العامة ديال التكوين المهني. نعم. وبالنسبة للطلبة بالنسبة للقاعة تمايا واش ما محتاجينش آليات واش ما كاين شي نقص؟ مادام كاين هاد الشيء هذا يعني راه هاد الاداره عندها فائض في الميزانيه. انا هذا كتصرف بزاف. لا المصروف المصارف الكبيره كتمشي في هاد لا ريسبسيون. كاين لا ريسبسيون لا تاش معنا كاين غير تلاعبات. اذا كاين شي كلام اللي غادي تقولنا وتقول الناس اللي غادي يشوفوا هاد الفيديو ديالك وهاد التصريحات ديالك على الصعيد العالمي وربما يشوفوها ناس مسؤولين كبار، شنو غتقول لهم؟ اش غادي نقول؟ انا القصه ديالي هو انا تورط والقانون اللي يحمل المضطر. يعني انت تورطتي؟ دابا انا تورطت مع لي فورنيسور مع الممولين رفعوا بيا دعوة، عوض باش يرفعوها ضد المكتب التكوين المهني رفعوا لي دعوة انايا مباشرة، وانا تابع انا طرف تابع التكوين المهني. تابع التكوين المهني، إذا ما كانش دعوة. وكنت وصل بآخر المطاف بإيقاف وقفوني. كان الموضوع ديالو نشعركم أنه تم إيقافكم عن العمل ابتداء مع 14 أكتوبر 2011 إلى حين البث فيما نسب إليكم. أنا ما عرفتش اللي نسب إليه السرقة ولا ما عرفتش أنا واش هذا ما لا أجد أي إشارة إلى ما نسب إليه. قمت بواحد المراسلة للمدير الجهوي الجديد واش هو اللي نسبها لي شدها وما عطانيش لا ريسبسيون باللي شد الاخر ما اكتفاش ولحد الان راه ازيد من 8 شهور وانا موقف. والغريب في الامر ان التحقت بالاداره العامه للدار البيضاء مشيت لمدير الموارد البشريه وراه تما يوم الاربعاء ويوم الجمعه كنت تما بالاداره العامه من هذا الشهر 25 ولا تما مي كنسولهم كيقول لك ودي ما عندناش اي شيء متابعة بالنسبة لك خصك تشوف مع المديرية الجهوية. اللي بغيت نفهم انا اللي فهمت من خلال التصريح ديالك هو انك انت خروف فداء لهاد المديرين الثلاثة. نعم بالعكس. يعني كانوا يأمروك باش تاخذ يعني ما نقولكش تختلس ولكن كنت تاخذ وتعطي لهم. نعم.
وهما كياخذوا وما كيعطيو والو، يعني هادشي كلشي ليهم، الصالون المدير، التلفازه المدير، مجموعه من المسائل المدير، فاتوره ديال التليفون، تسديد فاتوره الهاتف، تسديد فاتوره التهديد، يعني التليفون، الهاتف، يعني كلشي كان المدير. وانت هي كنت كانوا يدفعوك انك وسيطه. وسيطه، يعني كانوا يلعبوا بك يتبقى. هما في الخطر في الكواليس وانا في والغريب في الامر هو انا كنسني بالخطه ديالي أيه. وندير الكاتم ديالي في ليبيان دونك ليبريز، ولي كوموند هما قبضوا هذوك ليبيان وداروا لهم كوموند واتهموني وداروا خاتم المؤسسة بدون إمضاء الآخر واتهموني بالتزوير. إذن هنا هما ما اكتفوش أنهم خذوا هذا الشيء ديال يعني ديال ديال المواطنين أو ديال الدولة، ولاو كيزوروا في لي بوند كوموند. لي بوند كوموند هذوك لي بوند كوموند أنت عمرك ما درتهم؟ ما لا علاقة إطلاقا بهذا لي بوند كوموند. أنا عندي يعني هاد لي بوند كوموند اللي كنتو اللي كانوا كيدسوا بهم الحوايج اللي كيديروا، اللي كانوا يعوضوا بهم الحوايج اللي كيديروا. إذن هذا غير على صعيد مدينة وجدة، أما على الصعيد الوطني فهناك فعلا ملايير اللي تقول اللي كتختار بهذه الطريقة هذه. إذن بقى واحد 30 ثانية لكن شي كلمة تزيدها للناس. أنا بريء وخير دليل وهو أنا غارق بالديون وماشي بعيد في نهار 15 يوم هذا رجع الوطن. يعني ظلما وعدوانا الدار كونتونسيو في الحج في الحج، الدراري مشردين، البنت عندي راها اوسبيتاليز كيقول ورا واحد الحاله يرثى لها ولا معين غير الله. إذن في الأخير كنطلبوا من الناس وكنطلبوا من السيد، قلت لي كنطلب من السيد وزير العدل باش يدخل ويدير بحث في هذا الموضوع هذا، وفي السيد وزير ديال التكوين المهني ومنع الشغل باش يديروا بحث في هذا الموضوع اللي هضرت لي عليه. إذن شكرا ونتمنى لكم إن شاء الله، نتمنى الحقيقة باش تبانوا. نعم.